12 أسبوعاً على التظاهرات ضد الفساد في العراق والمسلسل مستمر، أما المحاسبة فبدأت من السابقين. محكمة التحقيق المختصة بدعاوى النزاهة في بغداد أصدرت مذكرات استدعاء واعتقال بحق مسؤولين حاليين وسابقين بأمانة بغداد ووزارة الكهرباء، مذكرة استدعاء بحق وزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، وأخرى بالقبض على سلفه عبد الكريم عفتان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارة بدرجة مدير عام. كذلك صدرت مذكرات قبض بحق أمين بغداد السابق نعيم عبعوب وسلفه عبد الحسين المرشدي وعدد من مسؤولي الأمانة. قد تكون هذه المذكرات أول الغيث، ورغم أن الخطوات الإصلاحية المتخذة لا تزال خجولة، إلا أن الشارع العراقي يواظب على الخروج أسبوعيا للمطالبة بالمحاسبة. جئنا هنا للمظاهرة بتحقيق المطالب، وسوف نستمر بالمظاهرة جمعة وراء جمعة إلى أن تحقيق المطالب من قبل الحكومة. نشاط الشارع يكاد يدخل نفق الروتين غير الفعال، حيث لم يحدث شيء يذكر في هذا المجال سوى الكلام العام والوعود الفضفاضة، لكن إصلاح ما أفسد على مدى سنوات سيحتاج وقتاً. ورئيس الحكومة حيدر العبادي لن تسلم أذناه من أصوات التظاهرات التي تعلو مطالبها أسبوعاً بعد أسبوع، فهو مطالب بتنفيذ ما التزم به أمام الشعب قبل أكثر من عام. السبب الرئيسي بهاي المظاهرات وعدم تلبية طلباتها يتبع أنه رئيس الوزراء ينتمي إلى حزب وينتمي إلى أحزاب دينية أربعة، فهاي الأحزاب الدينية ما تقبل أنه يتطور البلد ولا تقبل أنه تطلع من السلطة ولا تقبل أي شغلات. ساحة التحرير دأبت على استقبال المتظاهرين منذ 3 أشهر، ويبدو أنها مستمرة في احتضان أبناء العراق الذين تخلوا عن شعارات الطائفية وعناوين الانقسام وتظللوا بالعلم العراقي، والفاسدون الكبار ما زالوا يحتلون مواقعهم مراهنين على تعب الشارع وعلى الغطاء الديني والسياسي الذي يختبئون تحته. وبين الشارع والسلطة يقف العبادي محاولا مسايرة الجميع، ساعة يتبنى شعارات القضاء على الفساد وأخرى يبحث عن مخارج سياسية أو كبش محرقة.